بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمد الشاكرين، ونؤمن بك إيمان الموقنين، ونشهد أن لا إله إلا أنت يا رب العالمين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا تتواصل رحلتنا المباركة عبر موقع وزارة الأوقاف من خلال هذه الاحتفالات الدينية التي نستمع إليها كل ليلة إحياء لليالي هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الذي أراده الحق تبارك وتعالى أن يكون شهرا خاصا لأمة الإسلام والمسلمين. إنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر المواساة. أيها الإخوة، خير ما نستهل به احتفالنا هذه الليلة هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورتي الضحى والشرح، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وهي برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة قرآنية عطرة، وكانت خير بداية لهذه الأمسية الدينية المباركة
التي نقدمها لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية. هذه الأمسية إخوة الإيمان والإسلام تقدم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. حرص الإسلام حرصا شديدا على الأسرة وعلى حمايتها والحفاظ عليها وعلى كيفية استمراريتها تحت عنوان الأسرة سكن ومودة. يحدثنا فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن عقد الزواج عقد يحبه الله ويباركه ويكره فسخه إلا لضرورة، ولأجل ذلك سماه ربنا بالميثاق الغليظ، قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الشرع الشريف وضع لعقد الزواج نظاما فريدا تتلاشى أمامه كل النظم البشرية، ذلك لأن هذا النظام يقوم على السكن والمودة والرحمة بما يضمن استقرار ودوام العلاقة الزوجية وبما ينعكس على أفراد الأسرة فيما بعد. هذا النظام نجده في قول ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية القرآنية الكريمة الذي إذا نظرنا فيها بشيء من العمق نجد أن الحق سبحانه وتعالى أودع فيها عناصر ثلاثة لاستبقاء ودوام واستمرار العلاقة الزوجية. أما العنصر الأول فهو السكن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وليس المقصود بالسكن هنا السكن الجسدي، وإنما أيضا هو السكن الروحي، السكن الوجداني الذي يترتب عليه علاقة رصينة بين الزوجين قائمة على الاحترام والتقدير والتوقير والإجلال والإكرام، وتقوم أيضا على السكينة والحكمة والبصيرة. الزوج ينصت إلى زوجته، والزوجة تهون الشدائد والمصاعب على زوجها، وهكذا. فإذا ما اهتزت هذه المرحلة ننتقل إلى العنصر الثاني. هذا العنصر هو المودة، وجعل بينكم مودة، والمودة غير المحبة، فالمحبة سلوك نفسي، مشاعر داخلية، أما المودة فهي تطبيق وترجمة عملية لهذا السلوك النفسي، قد يكون ذلك في قول أو في فعل أو في تصرف أو في تعبير أو في سلوك بما يضمن هذه الحياة الهادئة بين الزوجين. فإذا ما اهتزت هذه المرحلة ولم يستطع أحد من الزوجين أن يقوم بواجبه ننتقل إلى العنصر الثالث، وجعل بينكم مودة ورحمة، أي نرحم ضعفه ونرحم مرضه. كل هذه الوسائل جعلها ربنا سبحانه وتعالى في نظام عقد الزواج لدوام واستمرار العلاقة الزوجية. فإذا ما استقرت الأسرة على هذا الأمر انعكس على أفراد الأسرة، فتقدم الأسرة للمجتمع أجيالا نافعين منتجين يكونون فيما بعد أدوات حقيقية لبناء الأمة في شتى المجالات. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونصل بحضراتكم إخوة الإيمان والإسلام إلى ختام هذه الأمسية الدينية المباركة التي نقدمها لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية. نصل إلى هذه الابتهالات الدينية سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، ونبقى مع المبتهل الشيخ سعيد محمد هزاع. أنادي الله في حلك الظلام، أنادي الله
فلك الظلام وأسأله الوصال وأسأله الوصال مع الحبيب أنادي خالقي صبحا وليلا أنادي خالقي صبحا وليلا وأسأله اللقاء مع الحبيب أنادي خالقي صبحا وليلا وأسأله اللقاء وأسأله اللقاء مع الحبيب فإن سعادتي في أنس طه فإن سعادتي في أنس طه في أنس طه صلاة الله صلاة الله فإن أحيا ابن مريم جسم موتى فإن المصطفى محيي القلوب هنيئا هنيئا أهل مصر لكم هنيئا هنيئا أهل مصر لكم هنيئا تقول